لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا اسمي منى خليل، أنا مديرة مركز التعاون في المجالات الإنسانية. أنا مركز روسي، إحنا بنعمل في نشر أدب مصري معاصر باللغة الروسية، وبنعمل فعاليات زي الفعالية بتاع النهاردة. إحنا بنعمل مهرجانين، في مهرجان اسمه المبادرة الثقافية الروسية اللي بتقيم هنا، والأكتوبر اللي فات إحنا عملنا مهرجان في موسكو، المبادرة الثقافية المصرية في روسيا. الفكرة الأساسية إن إحنا نواصل الثقافة الروسية المعاصرة للمصريين والعكس. طبعا روس يعرفوا كويس قوي، يعرفوا فراعنة واهرامات وبحر الاحمر وكده، بس ما عندهمش اي فكرة عن الثقافة المصرية المعاصرة، وبرضو عن المصريين برضو في يعني صور نمطية وغير نمطية للثقافة الروسية. لكن احنا عايزين نوصل للشباب بالذات، الشباب المصري بالذات، صورة روسيا حديثة معاصرة، ايه اللي بيحصل فيها. فعشان كده احنا بنعمل المهرجان ده. عملنا في معرض كتب في ادب روسي مترجم للغه العربيه تبع المركز القومي للترجمه، في كتب ادب مصري معاصر مترجم للروسيه تبع المركز بتاعنا، في عندنا صور لمصور مصري محمد القرماني، ففي معرض له، هو مصري وكان بيصور يعني بيصور في موسكو، فاحنا حبينا نوري يعني الشغل بتاعه الرائع، وازاي مصري يعني يشوف الحياه في روسيا في موسكو. فهي دي كانت فكره. فاسم المعرض اسم المعرض موسكو عبر عيون مصري. وفي معرض تاني لإيفان سكراخودوف، ده مصور روسي برضو مناظر من روسيا. غير كده احنا عندنا برنامجين، في برنامج للافلام وثائقيه تبع قناة روسي اليوم، واحنا متشكرين ليهم جدا. فخلال السبعة ايام اللي مهرجان قدام فيه هيبقى عرض افلام عن روسيا، حاجات مختلفة جدا يعني من الباليه والسيرك والسياسة والطيران، يعني اي يعني حاجات مختلفة جدا عن روسيا عشان ندي صورة كاملة لمشاهد مصري عن روسيا الحديثة. دي حاجة. وغير كده في برنامج لكلاسيكيات، أفلام كلاسيكية روسية وأفلام روسية معاصرة، أفلام روائية. فبس كده. فنتمنى يعني إن المشاهد المصري يعني هيستمتع بالفعاليات بتوعنا. احنا متشكرين جدا للناس يعني الناس اللي ساعدونا ومع مين احنا كنا بنتعاون في الفعاليات دي. هي مؤسسة تنديش الفنون المستقلة ومركز شبابيك ثقافي، وشكر خاص للأستاذ شريف جاد تبع جمعية الخريجين الجامعات الروسية والسوفيتية، وطبعا سينما الحضارة تبع الأوبرا. احنا شاكرين جدا هم ادونا القاعة الجميلة دي وساعدونا كتير.